صباح الخير على كل متابعي ومشاهدي موقع وجريدة وجه مصر في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولايف جديد. طبعا كلنا عارفين إن معظم البنات المغتربات اللي التنسيق بتاعهم بيجيبهم طبعا في مكان خارج نطاق محافظتهم أو البلد اللي بيعيشوا فيها، بيضطروا طبعا لحاجة من الاتنين، يا إما بيسكنوا في السكن الخاص الجامعي التابع للجامعة أو الكلية اللي هم فيها، يا إما بياخدوا سكن خارجي طبعا في حالة يعني في حالة اكتمال المدينة السكنية الجامعية. فمعظم البنات أو معظم الأهالي بيلجأوا لإيجار طبعا شقق لبناتهم. الغريب في الموضوع أو الغريب في الموقف إن طبعا يعني أحد الأشخاص اللي تم تأجير منه الشقة السكنية لكي يعيش بها البنات المغتربات بسبب الكليات الخاصة بهم أو الجامعة الخاصة بهم، قام بوضع كاميرات مراقبة أو كاميرات تجسس على الفتيات داخل غرف النوم الخاصة بهم وداخل الحمام طبعا لابتزازهم من وقت لآخر، سواء بدفع الأموال أو إقامة علاقة شرعية مع الفتيات. طبعا هنحكي لحضراتكم في اللايف ده تفاصيل أكتر طبعا عن الواقعة، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة تفاصيل اتهام فتاة عربية الجنسية لمالك شقة مغتربات بوضع كاميرات سرية وخفية داخل الحمام والغرف لتصويرهم وابتزازهم مقابل المال زي ما قلنا لحضراتكم، أو إقامة علاقات غير شرعية وعلاقات محرمة. تبين من تحقيقات النيابة العامة في القاهرة إن المتهم يمتلك شقة مفروشة بمنطقة المقطم، كان يقوم باستئجارها للطالبات المغتربات، حيث قام بوضع كاميرات سرية داخل الحمام زي ما قلنا لحضراتكم والغرف، وذلك طبعا لتصوير الطالبات بفيديوهات خاصة بهم من أجل ابتزازهم أو طلب مبلغ مالي زي ما قلنا لحضراتكم، أو إقامة علاقات معهم مقابل عدم فتحهم. المتهم قال أمام النيابة في القاهرة إنه كان ينتظر خروج الطالبات من السكن للحصول على المقاطع من الكاميرات، ثم يقوم بمهاتفة الفتيات وابتزازهم بإقامة علاقات معهم مقابل عدم فتحهم زي ما قلنا لحضراتكم، أو مطالبتهم بمبالغ مالية. يعني وفي خلال متابعته أو اعترافاته أيضا أمام النيابة العامة قال إن قام بتصوير 30 فتاة على فلاشة وسي دي، وقام بابتزاز البعض منهم مقابل الحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقة معهم حتى لا يقوم بفتحهم. حتى قامت إحدى الفتيات المجني عليها بتقديم بلاغ ضده، وقالت النيابة العامة إن التحقيقات في اتهام فتاة تحمل جنسية عربية الملك شقة سكنية بمنطقة المقطم بقيامه بالتصنت عليها، وذلك طبعا عن طريق زي ما قلنا لحضراتكم زرع كاميرات سرية في الحمام وغرف النوم. وعلى الفور طبعا عند علم الفتاة بعد التواصل معها لابتزازها، تقدمت فتاة تحمل جنسية عربية بالمحضر في قسم شرطة المقطم، اتهمت فيه مالك الشقة السكنية بزرع كاميرات المراقبة أو كاميرات سرية في حمام وغرف نوم الشقة، وذلك لتصوير الطالبات والفتيات المغتربات القانتات في الشقة لابتزازهم بالصور والفيديوهات وتهديدهم طبعا بالفضيحة. وقالت طبعا الفتاة الأجنبية أو الفتاة العربية أمام أجهزة
أمن القاهرة إنها اكتشفت قيام المتهم بزرع الكاميرات من خلال محادثات بينها وبينه قام فيها بابتزازها طالبا منها مبلغ مالي مقابل عدم نشر المقاطع الخاصة بها والتي تحصل عليها من كاميرات المراقبة السرية واللي تم تركيبها زي ما قلنا لحضراتكم في الشقة داخل الحمام وغرف النوم. وقدمت الفتاة سكرين شوت للمحادثات بينها وبين مالك الشقة والتي ظهر فيها ابتزازها لها، وطلب منها طبعا مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها وفيديوهاتها، الفيديوهات الخاصة بها أثناء تواجدها في الشقة والحمام بدون ملابس أو أثناء تغيير ملابسها في الشقة. وعلى الفور طبعا الأجهزة الأمنية شكلت فريق بحث لضبط المتهم، حيث قامت الفتاة بمجاورة المتهم للايقاع به وحاولت استدراجه للقبض عليه، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهم مالك الشقة والشهير بعنتيل المقطم الذي قام بزرع كاميرات مراقبة في الحمام وغرف النوم لتصوير الفتيات وابتزازهم. وأيضا الأجهزة الأمنية تمكنت على الفور من ضبط طبعا المتهم زي ما قلنا لحضراتكم، وبمواجهة المتهم اعترف على الفور بارتكاب جريمته، حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة السرية في الشقة وعلى مقاطع الفيديو والصور والمحادثات مع ضحاياه على هاتفه اللي كان محتفظ بيها لابتزازهم، وطلب منهم زي ما قلنا لحضراتكم مبالغ مالية طبعا ضخمة. وقالت الفتاة المجني عليها أمام أجهزة الأمن القاهرة إنها تعرضت لوقعة ابتزاز وتهديد بفتحها عن طريق نشر مقاطع فيديو وصور لها تم تصويرها من خلال كاميرا المراقبة أو التجسس داخل الشقة التي قامت باستئجار غرفة للعيش فيها أو غرفة سكنية للمغتربات. وتبين أن المتهم الذي يقوم بابتزازها وتهديدها زي ما قلنا لحضراتكم هو مالك الشقة، وطلب منها الحصول على مبلغ مالي في مقابل عدم فتحها طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات والصور الخاصة بها. وزي ما قلنا لحضراتكم التحقيقات مستمرة مع المتهم في الواقعة حتى يصدر زي ما قلنا لحضراتكم قرار من النيابة العامة بحبسه مدة معينة حتى استكمال التحقيقات طبعا وعرضه طبعا على المحكمة طبعا في الاتخاذ ضده الإجراءات القانونية وتوضيح طبعا أو تغليظ العقوبة عليه أو تشديد عقوبة نتيجة لابتزاز الفتيات وتصويرهم بدون علمهم، ووضع طبعا كاميرات تجسس داخل غرف النوم والحمامات الخاصة بالشقة السكنية المالك لها. علشان كده بنوضح لحضراتكم تفاصيل الواقعة بالكامل زي ما رصدناها خلال اللايف الحالي، وبنأكد لحضراتكم ان تم ضبط المتهم من قبل الأجهزة الأمنية وجاري استكمال التحقيقات معه. وعلشان كده طبعا لازم الفتيات اللي بيأخذوا شقق سكنية إيجار مقابل العيش فيها أو شقق سكنية للمغتربات يخلوا بالهم جيدا من وضع كاميرات من عدمه داخل الشقة السكنية سواء في غرف النوم الخاصة بهم أو في الحمامات حتى لا يتعرضن طبعا لمثل هذه لمثل هذه الأفعال، وحتى لا يتم ابتزازهم والتشهير بهم من قبل مالك الشقة السكنية اللي بيقام أو اللي بيقوم بوضع كاميرات مراقبة أو تجسس على الفتيات.
وطبعا مثل هذا الفعل طبعا منافي تماما للأداب والأخلاق المصرية، وطبعا المتهم بالتأكيد هياخد جزاؤه خلال الفترة المقبلة، وهننتظر طبعا مع حضراتكم خلال الأيام القليلة المقبلة عشان نعرف ما أسفرت عنه النتائج النهائية للتحقيقات، وهنتواصل مع حضراتكم في لايفات طبعا جديدة علشان نرصد لحضراتكم آخر تفاصيل الواقعة وآخر المستجدات التي تحدث مع المتهم الذي قام بوضع كاميرات سرية ومراقبة في غرف نوم وحمامات شقة سكنية للمغتربات لتصويرهم وابتزازهم مقابل إقامة علاقة غير شرعية معهم أو ابتزازهم بالمال. انتظرونا خلال الأيام المقبلة علشان نرصد لحضراتكم تفاصيل أكثر عن الواقعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.